لتسليط الضوء على الصراع الدائر بين الأحزاب والميليشيات من جهة والكاظمي من جهة أخرى بعد تصريحات مستشاره بشأن بقاء القوات الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ نمير الهنداوي. أستاذ نمير، بداية مرحبا بك. تصريحات مستشار الكاظمي هشام داود بشأن الأحزاب وقبولها بالوجود الأمريكي في العراق أثارت جدلا واسعا بداية ووفق التصريحات والمناقشات بين النواب، هل خرج مستشار الكاظمي عن دائرة نقل الحقيقة من وجهة نظرك؟ حياكم الله. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صرح به مستشار الكاظمي هو الحقيقة وواقع الحال ما بين الصفقات التي أجراها الكاظمي والأحزاب وكتلها البرلمانية المتواجدة الطائفية. هو لم يأتي بشيء جديد يعني، ولا اتهم أحد بزور. ولو عدنا إلى تصريح السيستاني وهو يعتبره صمام الأمان وهو المرجع الأعلى والحكومة ما تقدر تتحرك إلا باستشارة منه، يعني صرح بصريح العبارة أكد استمرار حاجة العراق للمساعدات الدولية ما بين قوسين المساعدات الأمريكية. فلا أعلم لماذا هذا كل الجدل في تصريحات مستشار الكاظمي، ولكن لم يثر الجدل بشأن تصريحات السيستاني. ما الذي يدفع النواب إلى اتخاذ مواقف يصفها المراقبون بأنها يعني مواقف إعلامية فحسب مقابل موافقات فعلية على بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ النفاق والتقية سيد الموقف لدى النواب وكتلهم بما يسمى قبة البرلمان العراقي. لما أتى بهؤلاء السياسيين يعني ما بين قوسين الحرامية والفاسدين والمجرمين والقتلة والطائفيين ونصبهم بهذه المناصب أمريكا، وحيث أنه ارتباطهم كان ولا يزال مرتبط بوجود قوات الاحتلال الأمريكي. أما المواقف الإعلامية فهي ذرة مات في العيون وعرض عضلات وبطولات إعلامية وهمية لسبب فقدان مصداقية هذه الأحزاب والميليشيات والبرلمان لدى المواطن العراقي والشارع العراقي. وقد تناسوا هؤلاء النواب أنهم فرضوا على الشعب العراقي بقوة السلاح والقتل والتهجير وتدمير العراق ونشر روح الحقد والطائفية لتنفيذ الأجندات الخارجية لأمريكا ولإيران. فيما يخص الأجندات الخارجية، ميليشيا العصائب تقول أن تصريح مستشار الكاظمي بشأن القوات الأمريكية يثير الشكوك، ولكن هنا على ذكر الأجندات الخارجية التي تفضلتم بها أستاذ نمير، ألم تكن تلك الميليشيات يعني تتلقى تدريباتها وتتلقى تسليحها من الولايات المتحدة؟ ما الذي بدل المواقف؟ كريم، المواقف تتبدل، تغيرت بوصلة ميليشيا العصائب واتجهت شرقا تماشيا لإرضاء وخدمة سيدهم خامنئي في إيران لأجل الحصول على امتيازات وسرقات أكبر ودور أكبر في العراق. وهذه حقيقة الأمر، يعني جعجعة كلامية فقط. ولو كانت فعلا الميليشيات العصائب تعني بما تقول كان جمدت أمريكا أرصدتها بالخارج، وأمريكا على علم بأرصدة كل الميليشيات وفي أي دول حساباتهم وأموالهم وتمويلهم. فهذا مجرد كلام لإرضاء إيران. أستاذ نمير، واضح. نعم. يعني فيما يخص تصريحات مستشار الكاظمي، يعني لو قرأنا فيها قليلا، الحرب الكلامية بين بعض النواب وقيادات الميليشيات منطلقة من ولاءات مختلفة ربما بحسب وصف البعض. يعني هنا تصريحات مستشار الكاظمي وتوقيت هذه التصريحات كما هو معلوم جاءت بعد عودة الكاظمي من واشنطن، كيف تقرأ ذلك؟ سيدي الكريم، الكاظمي لا يمتلك القرار السياسي، فهو يمثل السياسة الأمريكية. نعم. بشكل أو بآخر. أما ما صرح به مستشاره فهو قرار أمريكي متخذ ببقاء القوات الأمريكية في العراق. وعندما زار الكاظمي أمريكا فرضت عليه هذه القرارات ولا رجعة فيها، وخاصة العراق يمتلك موقع استراتيجي وجغرافي وثروات العراق كثيرا. أمريكا ما احتلت بلد بالعالم، يعني اليابان وألمانيا وغيرها من دول،
ما أخرجت قواتها، فكيف تخرجها من بلد مثل العراق؟ أما تصريحات النواب والميليشيات المتضاربة، حيث استطاعت إيران خلق جيوب متصارعة في هذه الأحزاب والميليشيات لضمان سيطرتها وعدم خروج هذه الأحزاب والميليشيات عن مرجعية إيران في يوم ما. يعني هل برأيك يراهن الكاظمي ربما على الإدارة الأمريكية للبقاء في منصبه؟ الكاظمي راهن وإن لم يراهن على أمريكا ببقائه في السلطة فهو بيدق شطرنج، فالمصالح الأمريكية فوق كل اعتبار. ولو عدنا إلى التاريخ وجدنا كم من الرؤساء والملوك من دول كانوا أصدقاء أمريكا وشركاء استراتيجيين عسكريا واقتصاديا، وأمريكا تخلت عنهم في لحظة لأنه المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار. نشكرك شكرا جزيلا من لندن الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ نمير الهنداوي.